جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم تأكيده أن الفلسطينيين سيعودون إلى المفاوضات في حال التزمت إسرائيل بمرجعيات عملية السلام وأوقفت أيضا الاستيطان. وفي خطوة لاستكشاف فرص إعادة مفاوضات السلام، تستضيف العاصمة الأردنية عمان اليوم اجتماعا نادرا وفريدا للجنة الرباعية بحضور مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين بعد انقطاع استمر 16 شهرا. مع ذلك أكد الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على أن الاجتماع لا يعني استئناف المفاوضات المباشرة. وخرج التظاهرة في عمان اليوم بمشاركة جماعات إسلامية تندد بهذا الاجتماع. لقاءات الفرصة الأخيرة كما وصفت بغية إعادة مسار المفاوضات المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لأكثر من عام بدأت في عمان. الأردن استضاف لقاءات بين الجانبين بحضور اللجنة الرباعية الدولية، لقاءات وإن لاقت ترحيبا دوليا وعربيا، غير أن ذلك لم يكن محل ترحيب هؤلاء. هذا الاعتصام تأكيد جديد على رفض شعبنا للمفاوضات مع العدو الصهيوني، ذلك أن المفاوضات منذ بدايتها وحتى الآن لم تعطي إلا مزيد من الاغتصاب الصهيوني للأرض، مزيد من الاستيطان، مزيد من التهجير، مزيد من الامتهان لهذا العدو، وبالتالي علينا أن نرفض هذه اللقاءات سواء في الأردن أو في فلسطين أو في الخارج. ولا بدنا نفاوض إسرائيل ما دمنا إسلام ورجال ما نعترف فيه أبدا. يعني معترض أنت اليوم؟ نعم، أنا من أول المعترضين. آخ، لو مت في الكفاح المسلح. المتظاهرون عبروا عن رفضهم للقاء عمان ولما وصفوه باسطوانة المطالب الفلسطينية المشروخة القائمة على حل الدولتين والاعتراف بحدود عام 67 ووقف الاستيطان الإسرائيلي. إسرائيل التي ما زالت تضرب عرض الحائط كل المطالب، مؤججة بذلك رفض الشارع الأردني لأي اجتماعات إسرائيلية على أرضه. يبدو أن الاجتماع الفلسطيني الإسرائيلي واللجنة الرباعية لم يجد أي وفاق ما بين معظم الأطياف الحزبية والشعبية الأردنية، اجتماع كانت أولى مخاضاته اعتراض شعبي يرفض المفاوضات مع إسرائيل ويزيد من رفضه أنه كان على سيادة الأراضي الأردنية. عماد العضايلي، MBC، عمان. معي مباشرة من عمان المحلل السياسي السيد سلطان حطاب. سيد سلطان، مساء الخير. يرى البعض أن الاجتماع رسالة للإسلاميين الأردنيين بأن عملية الإصلاح في الأردن لن تتضمن تقديم تنازلات جدية من أجل السلام مع إسرائيل. لم يطرح هذا الأمر، مفهوم أن السلام مع إسرائيل محفوف بالمكاره والمخاطر، لكن الأطراف التي أدارت مفاوضات مع الإسرائيليين أو التي دخلت في العملية السلمية ما زالت تأمل بضغط الرباعية والمجتمع الدولي أن تتحرك هذه العملية التي ما زالت حكومة اليمين الإسرائيلي تدير الظهر لها. الذي يجري الآن في عمان هو عملية استكشاف ما إذا كان هذا اليمين الإسرائيلي يريد بالفعل أن يدخل في عملية سلام جادة يشترط الفلسطينيون لها تجميد الاستيطان. وحقيقة الموقف الفلسطيني متماسك، في القاهرة لم تحتج حماس بما يكفي على ذهاب أبو مازن بهذا الاتجاه لأنها تدرك أن هذه المسألة مسألة ما زالت ضرورية من أجل كشف الموقف الإسرائيلي أمام الرباعية وأمام العالم. أنا أعتقد أن الأردن بقيادة جلالة الملك بذل جهود كبيرة ومضنية، زار جلالة الملك رام الله والتقى مع الرئيس الفلسطيني يبذل جهدا كبيرا من أجل أن لا تنتهي عملية السلام أو على الأقل من أجل فضح الموقف الإسرائيلي، لأن هناك مخاطر شديدة من استمرار النهج الإسرائيلي في الاستيطان وفي تهويد القدس، وهذا يمس الأمن الوطني الأردني، إقامة الدولة الفلسطينية والخلاص من الاحتلال هو مصلحة وطنية أردنية ويصب في الأمن الوطني الأردني، لأن هناك قضايا عالقة أو قضايا الوضع النهائي. الأردن له علاقة بقضايا الوضع النهائي كالحدود واللاجئين والقدس، وهو بالتالي معني بأن تسير هذه الأمور بالاتجاه السليم. طيب سيد سلطان، يعني عملية الاستكشاف كما أسميتها، طبعا من جهة أخرى هناك من يرى أن الاجتماع رسالة واضحة تجاه خالد مشعل بأنه حتى لو كان سيستقبل في عمان فإن هذا لن يؤثر بالتالي على رؤية الأردن لعملية السلام برمتها. نعم، خالد مشعل ليس في طرف
وعملية السلام في طرف آخر. خالد مشعل جزء من حركة الشعب الفلسطيني، وبالتالي التقى مع الرئيس محمود عباس، وهو يدرك أن الرئيس محمود عباس لم يشترط في سبيل لقائه مع حماس في مصر أن يغلق باب عملية السلام. الرئيس عباس ذهب إلى الأمم المتحدة من أجل توليد الدولة الفلسطينية، هو بذل جهود كبيرة في هذا المسار من أجل تحقيق دولة فلسطينية في الوقت الذي اتخذت حماس أسلوب المقاومة. كلاهما لا المقاومة أدركت حين وصلت إلى ما وصلت إليه مقاومة حماس، ولا الذين ذهبوا إلى العملية السلمية أدركوا شيئا كثيرا. إذن التقوا في القاهرة وهم يدركون أن المرونة باتجاه البحث عن مخرج ضروري جدا. أعتقد أن الأردن أدرك خطورة استمرار جمود عملية السلام، ومن هنا جاءت المبادرة الملكية. طيب. ليس في سبيل وساطة بين الإسرائيليين والأردنيين والفلسطينيين، وإنما من أجل ألا تموت عملية سوف تلحق أبشع الأضرار إن ماتت بالطريقة التي تريدها إسرائيل طبعا. وبالتالي يجب أن تدان إسرائيل قبل أن يجري نفض الأيدي بشكل نهائي، وأن يبقى شرط وقف الاستيطان هو الشرط الأساس. طيب، إذا نظرنا للموضوع بنظرة شمولية وأعم أكثر، هناك من يقول إن الأردن يريد أن يثبت أنه يمكن أن يلعب الدور الذي لعبته مصر حسني مبارك، وحتى أيضا في التنافس مع تركيا. طبعا الأردن لا يستطيع أن يتخلى عن الدور الذي يمس مصالحه الوطنية. هناك مصلحة وطنية أردنية في أن لا تصادر إسرائيل عملية السلام بالكامل، وأن تؤبد احتلالها، وأن تستفيد من الوقت الذي تنصرف فيه العواصم العربية لمعالجة الربيع العربي أو لمعالجة قضاياها الداخلية. الأردن يده في النار. الأردن بحاجة إلى أن يدرك أو أن يعرف إلى أين ستنتهي هذه السياسات اليمينية الإسرائيلية الخطرة المتعلقة بالقدس والاستيطان والحدود، وهل سيبقى هذا الأمر الذي تجمده إسرائيل عملية السلام قائما إلى أن تتفجر الأوضاع وتذوب السلطة الفلسطينية أو تحل أو تضرب دون أن يكون هناك بدائل. الوضع يحتم أن يبقى الطرف العربي في حالة اشتباك سياسي. هذا الاشتباك يجب أن يكون العالم طرف فيه. أعتقد أن وجود اللجنة الرباعية في عمان يبرر مثل هذا اللقاء الاستكشافي أقول، وليس التفاوضي، لأن الإسرائيليين لم يستجيبوا بعد لشرط تجميد الاستيطان. وأنا أرى أنه قد لا تكون هناك نتائج إيجابية لهذا اللقاء، ولكنه من الضرورة أن يحدث من أجل المصالح العليا العربية الفلسطينية والأردنية، وأيضا من أجل أن يقال للعالم أن إسرائيل ما زالت تضرب عرض الحائط حتى بالمبادرة العربية وبحضور رئيس الوزراء القطري. وصلت فكرتك عربي من أجل تمرير هذه أو إبقاء المبادرة. وصلت فكرتك. ضيفي من عمان المحلل السياسي السيد سلطان حطاب، شكرا جزيلا لك. قانون منع